حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد تقرير لصحيفة أرجو رسالة بريطانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية أن شركة تسويق النفط العراقية سومو رفعت أسعار النفط الخام المصدر إلى آسيا وأمريكا وأوروبا في شحونات شهر نيسان المقبل. وذكر التقرير أن شركة سومو رفعت أسعار خام البصرة المتوسط والثقيل إلى أوروبا بمقدار دولار و25 سنتا ودولار و75 سنتا للبرميل على التوالي، كما أنها رفعت سعر خام البصرة المتوسط لعملائها في الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتا للبرميل. أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية العام في العراق أن هناك عمليات استيراد لجميع أنواع المحاصيل الزراعية ومنها البصل بسبب وجود عوامل عدة أثرت بشكل كبير في مستوى الزراعة العراقية. وقال الاتحاد إن الإنتاج الزراعي المحلي لا يكفي لسد حاجة السوق بسبب الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة بتحديد حجم المساحات الزراعية التي انخفضت إلى حد كبير لتصل إلى 25% من المساحة الزراعية الكلية في العراق. واستبعد الاتحاد السيطرة على الاستيراد من الخارج متوقعا حدوث تغييرات ستؤدي إلى ارتفاع مستويات أسعار المحاصيل الزراعية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ضبطت قوات الحدود في العراق 8 عجلات تحمل مواد مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية في محافظتي السليمانية والأنبار. وقامت مفارز قسم شرطة كومروك السليمانية بضبط 5 عجلات تحتوي على مواد متنوعة مخالفة للشروط والضوابط الجمركية، كما تمكنت مفارز قسم شرطة جمرك الأنبار من ضبط 3 عجلات تحمل سيراميك مخالف لضوابط الاستيراد. قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف إن بنوك لبنان لا توجد فيها سيولة. وأضاف خلف أن عدم وجود السيولة هو من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان، وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، ومن ناحية أصيلتها السلبية لدى المصارف الأجنبية، وكذا محفظتها من اليورو غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر. تشارك أكثر من 40 شركة تركية في معرض ليبيا للغذاء الذي يقام للمرة الرابعة في العاصمة طرابلس. وقال السفير التركي في طرابلس كنعان يلماز إن إجمالي الشركات التركية المشاركة بالمعرض هذا العام بلغ 44 شركة. وأضاف يلماز أن بلاده تهتم بالمشاركة في هذا المعرض من حيث تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، آملاً أن تزداد المشاركة في المعارض في السنوات القادمة وأن تتطور العلاقات في المجال التجاري. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.